كم كل سرور ومحبة يا رب. بسوي معاكم اليوم أسياخ دجاج، يعني خلينا نقول شيش طاووق بس طريقة غير، بالطريقة البرتغالية. المكونات اللي انتم شايفينها قدامكم في بعضها إضافة وفي بعضها ما يحطونها البرتغالي، يكتفون فقط البهارات وزيت الزيتون والليمون والثوم. الإضافات الباقية ممكن تضيفينها وممكن لا، عشان تعطيكي شوي نكهة البيري بيري. يحطون فلفل حار، أنا ما حطيته أحمر، يعني فلفل أحمر حار. تختلف شوي في طريقة تقطيع الدجاج، راح نقطع زي الستربس زي كذا بنات، شايفين بنقطع بهذا الشكل زي الستربس. طريقة لفه بعد مختلفة، بنشوفها مع بعض بعدين. صوص، صوصات ممكن ما تستخدمينها بس تعطي نكهة حلوة، الثوم، زيت زيتون، الليمون، مجموعة البهارات اللي هي البهارات البرتغالية، فلفل أسود، بابريكا يفضل مدخنة، ثوم بودرة، بصل بودرة، أوريجانو وملح. وممكن تضيفين يا بنات فلفل حار، مش ممكن هم يضيفون بس أنا حذفته. تعالوا يا جماعة راح نحط هنا المكونات كلها مع بعض. الفلفل البارد، عصير الليمون، زيت الزيتون بس راح أزيده شوي. بنضيف السويت شيلي، باربيكيو صوص، الثوم، مجموعة البهارات، شوية موية عشان نقدر نخلطها ونحتاج الخليط يكون شبه سائل. راح نصب الآن الخليط حقنا على الدجاج ونتبله. هنا راح نبدأ نخلط المكونات هذه كلها، نخلي الدجاج يتبل فيها أطول وقت ممكن. الريحة يا جماعة ما أحكي لكم، كوق وتشهي تشهي مرة، خلوها. حاولوا أنكم تمسجونها أطول وقت ممكن يا جماعة عشان تطرى أكثر، تطلع لكم طرية. طبعا على فكرة هم يستخدمون، الأغلب يستخدم الأفخاذ مو الصدور، بس عاد الموجود عندي الصدور فاستخدمته. تشهي تشهي ريحتها مرة. الآن بعد ما تبل أخذ له ساعة أو ساعتين، راح نجيب الأسياخ حقتنا اللي تفضلونها وراح أدخل فيها هذا. بالنسبة لي شوفوا كيف بنات الطريقة، راح ناخذها ونلفها بهذا الشكل، شايفين الفكرة شوي مختلفة، وبعدين ندخلها بالسيخ بهذا الشكل. شوفوا يا جماعة راح ناخذها ونلفها بهذا الشكل وندخلها خلوا مسافة بينهم عشان تستوي في النار كويس. وهذا السيخ صار جاهز، نكمل الباقي بنفس الطريقة. شغلت الفرن على حرارة عالية، يعني حرارة تقريبا 200، او ممكن تسوينها على صاج او ممكن تسوينها بشواية براحتك، بس ضروري تبخينها بزيت عشان تتحمر معاكي تحميرة حلوة. حطينا زبادي، راح نجهز الصوص، الصوص او التغميسة او الدب. الدب هذا هو اللي يقدم مع هذه الوصفة في مدينة البرتغال. بحط شوية كزبرة، زبادي، زبادي يوناني طبعا، وشوية كزبرة ما تكثرون، وملح وكزبرة ناشفة، ملح شوي وكزبرة ناشفة. ممكن تحطون فص ثوم بس مش ضروري في هذه الوصفة. راح أقفلها. تعالوا مع بعض على ما يجهز الأكل حقنا نجهز الطبق تقديم اللي راح نصوره. راح أحط أوراق، طبعا هي تقدم مع أوراق الجرجير أو أي أوراق، يعني عموما المايكرو ليفز. بحطها وأحط عليها أسياخنا، وممكن تقدمونها مع طماطم مكرملة، عفوا ليمون مكرمل، بس أنا ما كرملت ليمون صراحة.
شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله تحميرة الدجاج كيف تحميرته مرة تجنن. راح أصفهم الآن بهذا الشكل.